بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعاني الكثير من النساء والبنات من التهابات مهبلية التي تسبب الكثير من الألم والسيلان والحكة، وتحدث معظم الالتهابات من التلوث الناتج عن البكتيريا والفطريات، ويبدأ الالتهاب بعد إفراز هذه البكتيريا للكثير من الفضلات مما يسبب الحكة والانتفاخ، وتزداد في فترة الحمل وبداية الصيف مع ازدياد الحرارة، وكذلك استعمال بعض الغسول الطبي، ويستعمل لعلاج هذه الالتهابات بعض المضادات الحيوية والأدوية المستخدمة لعلاج المهبل. ويوجد أيضا الكثير من الأعشاب الطبيعية التي يمكننا استخدامها للبنات والسيدات المتزوجات لعلاج الالتهابات النسائية. ومن بين هذه الأعشاب نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من البردقوش، أو بما يسمى بالمردقوش، ملعقة طعام كبيرة، ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من إكليل الجبل، إكليل الجبل الروزماري، إكليل الجبل، نحتاج لملعقة طعام ولتر من الماء، نحتاج لتر من الماء. كل هذه المكونات المكونين بلتر من الماء ويوضع على النار، يغلي لمدة 5 دقائق، وبعدها يصفى بهذا الشكل، يصفى ويترك حتى يصبح فاتر، ويستعمل كغسول أو دوش مهبلي بمعدل 2 مرات في اليوم حتى الشفاء التام. الوصفة هذه تحتاج من أسبوع إلى أسبوعين إلى حتى 3 أسابيع، شهر، حسب حالتك. كذلك يراعى أن تكون الخلطة الوصفة فاترة وليست باردة، وتستخدم يوميا خاصة أيام الدورة وما بعد الدورة وأيام النفاس، فهي تحافظ على نظافة المهبل وقوته بشكل دائم، وتساعد على التخلص من الروائح الغير مرغوبة والالتهابات وارتخاء المهبل. هذه الوصفة صالحة للبنات الصغار وللمتزوجات، يمكنك عمل كمية كبيرة تكفيك لأسبوع وحفظها في قوارير زجاجية، يفضل أن تكون من الزجاج إذا لم تتوفر لديك برطمانات من الزجاج. يمكن استخدام قوارير البلاستيك، ولكن يجب أن تكون نظيفة خصوصا قارورات الصحة، ولكن يجب أن تكون دافئة عند كل استعمال. استمري على الوصفة من أسبوع أسبوعين حسب حالتك، ومن أول أسبوع رايحة تلاحظي الفرق. قلت هذه الوصفة تصلح حتى للبنات الصغار، لمن تعاني من الالتهابات والحكة والمتزوجات. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.